تدي كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. 100 يوم صحة قدمت أكتر من 135 مليون خدمة مجانية خلال 85 يوم، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الأنشطة والفعاليات. معنا كمان إن الأكاديمية الشرطة نظمت دورات تثقيفية للكوادر الإدارية، تفاصيل أكتر هنعرفها مع حضراتكم في سياق العرض التالي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أعلن تقديم 135 مليون 170 ألف 47 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وده منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 حتى الخميس 24 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدني والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الندوات التثقيفية بوزارة الشباب والرياضة وجامعتي القاهرة وعين شمس بهدف توعية التحديات التي تواجه الشباب والدور اللي بتقوم بيه الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات. وأيضاً نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادي التجديف بالسويس بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تسهيل عرض المنتجات. امبارح نظمت أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورشة العمل التدريبية 37 الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والعدل وشؤون المجالس النيابية ومجلسي النواب والشيوخ، وده تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين. وبيعد تنظيم هذه الورشة استمرار للدور الرائد اللي بتطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.